السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنحل النهاردة الفصل الأول من القصة. تعالوا نشوف مع بعض بنحله من كتاب بيت باي بيت عشان نشوف. طبعا احنا اتناقشنا مع بعض في الأسئلة اللي في كتاب المعاصر، هنحل النهاردة في كتاب الأسئلة بتاعت بيت باي بيت علشان نشوف هل الأسئلة مختلفة ولا هي هياها. تعالوا مع بعض نسمي الله ونشوف مع بعض الأسئلة. طبعا هي محلولة متصححة وهنشوف هتبقى الاجابات عامله ازاي. هتلاقوا بعض الحاجات متصححه بالقلم الاحمر، دي بتظبط الاجابه بتاعتكم. تعالوا نشوفها مع بعض. بذكركم مع بعض بالاشتراك في قناتي من خلال الضغط على زرار الاشتراك وكمان رمز الجرس عشان تفعلوا ان يوصل لكم كل جديد معانا. وبالنسبه لصفحتي على الفيسبوك متابعه واعجاب بالصفحه وكمان اعجاب بالفيديو ده اذا عجبكم، وما تنسوش اصحابكم مشاركه وشير طبعا عشان تعمل فايده على الجميع. تعالوا مع بعض نشوف الاسئله بتاعه القصه جايه لنا ازاي، لان السنه دي في عندنا سؤال توصيل.